ما موجود؟ والله اتحداك يا كذاب، اذا ترى هذا الحديث رواه الامام احمد انا اتشيع العهد. لا حول ولا قوة، يلا متأكد؟ يلا والله اليوم انا سامسح بك وبدينك العدو وابين لك كيف يكون الحوار العلمي. ايه اين روى الامام احمد هذا الحديث؟ انه سيكون بعد اختلاف او امر، فان استطعت ان تكون السن فافعل. يلا، وإذا طلع موجود بحديث مسند أحمد؟ أنا قلت لك إذا طلع موجود أنا أتشيع. لا لا، أنا ما أريدك تتشيع، ما أريدك تتشيع، بس أريدك تقول الألباني أنكرت، الألباني حتى الألباني أنكرت. لحظة 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 أخواني، لحظة لحظة أرجوكم لحظة، أنا أريدك بس تقول إذا طلع هذا الحديث موجود فدين أهل السنة باطل. يلا، إذا طلع هذا الحديث رواه الإمام أحمد، إذا طلع هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، دين أهل السنة باطل. طيب، وإذا طلع الحديث لم يرويه الإمام أحمد في مسنده، تقول طلع دين الرافضة باطل؟ الرافضة إيش عليهم؟ الرافضة ما قالوا، ما قالوا. جيب على سؤالي، جيب على. طيب ماشي، إذا طلع هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده فدين أهل السنة باطل، وإذا طلع حديث غير إذا طلع ما رواه فدين الرافضة باطل. يلا، ما يصالحني، لا تقاطعني، لا تقاطعني، موافق. ولا تقاطعني، وإذا طلع الحديث لم يرويه الإمام أحمد في مسنده نقول ميتم المسوي كذاب، صح؟ ماشي، موافق. إيه، يلا ماشي، يلا اقرأ علينا الحديث. خل أوخر صوتي يا إخواني. اقرأ علينا المسند من مسند إمام أحمد. ايه، صار تأمر. هذا مسند احمد بن حنبل يا اخواني على الشاشه، شوفوا مسند احمد بن حنبل الشيباني امامكم على الشاشه. هذا مسند علي بن ابي طالب عليه السلام. اقرا الاسناد. طيب، رقم اربعه، اسمعني. اقرا الاسناد. رقم 706، حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي، حدثنا فضيل بن سليمان. حدثنا اسكت 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 اسكت، لا تصيح لا تصيح، اسكت اسكت اسكت، شوف خيبتك اليوم. حدثنا محمد بن ابي يحيى عن اياس بن عمرو الاسلمي عن علي بن ابي طالب قال رسول الله صلى الله عليه واله: انه سيكون بعد اختلاف او امر، فان استطعت ان تكون السلم فافعل، فإن استطعت أن تكون السلم فافعل. الآن أريدك تطلع بصوتك العذب وتقول مذهب أهل السنة باطل ثم باطل ثم باطل. يلا غرد يا بطل، أكمل يا غرد. أكمل أكمل، ماذا قال شعيب العنود؟ شنو شعيب؟ أنا قرأت تصحيح أحمد محمد شاكر، يعني الآن طلع موجود بالمسند. يعني الآن موجود. أس 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 أس. بس لا تكذب، لا تكذب، لا تكذب يا شيخ، يا شيخ لا تكذب، لا تكذب. يعني الآن هذا الحديث موجود في مسند أحمد؟ طيب كيف قل لي ما موجود؟ كيف تقول هذا الحديث إذا طلع موجود في مسند أحمد دين السنة باطل؟ الآن تقول لي ماذا قال عنه شعيب الأرنوط؟ احنا تكلامنا عن شعيب الأرنوط ولا كلامنا أنه الحديث في مسند أحمد يا أطعوط؟ يا أطعوط، الحديث عن الأرنؤوط ولا عن وجود الحديث في مسند أحمد يا أطعوط؟ ماذا تقول يا أطعوط؟ أخونا أبو بلال، شيخ أبو بلال تفضل. ميتم المساوي، ما هو الموضوع الذي تناقشونه؟ الموضوع الذي نناقشه هو قول عمر في صحيح البخاري: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله. ولما توفي عمر أبو بكر قال عمر: أنا ولي رسول، ولي أبو بكر. شنو معنى قول أبو بكر أنا ولي رسول الله؟ ها؟ ألو ميثم. نعم يا شيخ. لو تعيد السؤال لأن صوتك غاب، ما أسمعه الآن. جيد، نعم جيد. راح أغير لك السؤال، عندنا ثلاث أسئلة، راح أعطيك السؤال الثاني. يلا، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الغدير: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، هل هذا الدعاء مستجاب من النبي أم لا؟
أعطينا هذا الإسناد من في أي كتاب بهذا الإسناد؟ هذا الكتاب في السلسلة الصحيحة محمد ناصر الدين الألباني يقول صحيح. اقرأ علينا رقم الحديث في سلسلة أحد الصحاحة وفي زيادة ووالى من والى وعاد من عاد وقال شيخ الألباني أنه صحيح. وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. إن شاء الله الآن أطلع لك إياه. الآن مثلا هذا على سبيل المثال على السريع في كتاب الشريعة للآجري يقول من كنت ولا فعلا اللهم والي من والاه وعادي من عاداه يقول إسناده صحيح. إسناده صحيح. السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. السلسلة الصحيحة للألباني الآن هسه أطلع لك إياه من السلسلة الصحيحة للألباني. اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. يا الله. يا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. يقول السلسلة الصحيحة محمد ناصر الدين الألباني برقم 1750 من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. يقول ورد من حديث زيد بن أرقام إلى أن يقول وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي فقال من كنت وليه فهذا وليه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. يقول أخرجه النسائي في الخصائص وابن أبي عاصم وحدثنا حبيب بن وقال صحيح على ضبط الشيخين. لا 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 ليتم. نعم. رقم الحديث رقم الحديث رقم الحديث 1750 سلسلة صحيحة. نعم. هسه راح يضاف. لحظة. نعم. شيء ضعف منه. شيء ضعف منه. الألباني يقول خليها مفاجأة. خليها مفاجأة. يلا يا شيخ. أنا بحتى أستخرج الكتاب بعد. لا أنا راح أطلع لك أنا راح أطلع لك إياه على الشاشة. إذا عندك شاشة تشوف ترى الشاشة يا شيخ أبا بلال. يا شيخ أبا بلال هل ترى الشاشة ولا؟ لا ما انظر الى الشاشه ما تنظر الى الشاشه. اذا راح اقرا لك كلام الالباني بعد ان يقرا ما الحديث ما عندي مانع. رقم الحديث كم؟ 1750 في السلسله الصحيحه. يقول يقول ما هذا نصك؟ اي من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. قال فخرجت وكان في نفسي شيئا فلقيت زيد بن ارقم فقلت له إني سمعت عليا يقول كذا وكذا. قال فما تنكر قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ذلك. أخرجه أحمد وابن حبان وابن أبي عاصم والطبراني والضياء في المختارة برقم لحظة 527 بتحقيقي. قلت إسناده صحيح على شرط البخاري. اسمع 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 وإسناده وعد الله يا رجل تصحيح. لا تكون مثل وعد الله دائما تشوش. لا لا مو طلبت التصحيح انت هذا تصحيح الألباني قاعد اقرا. يا ميتة يا ميتة لا تكون مثل وعد الله يعني يا رجل يا رجل بس اقرا لك التصحيح والله. قلت وإسناده صحيح على يا رجل يا رجل لا تخنقني. قلت إسناده صحيح على شرط البخاري. الألباني يقول على الألباني يقول على شرط البخاري. الألباني ليش تقاطعني؟ ليش ما تريد الناس ليش ما تريد الناس تسمع؟ أنا أريد الناس تسمع مو أقاطعك يا رجل يا رجل. أنا أريد المشاهدين يسمعون. أريد المشاهدين يسمعون. دائما يشعرون أنه في خطر يا ميتم. لا يصلح ما دام الحديث والله 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 اريد المشاهدين يسمعون مو انت تسمع. الالباني يقول اسناده صحيح. انا صوبي للمشاهدين. انت طرحت السؤال خلاص. الحديث في السلسله الصحيحه خلاص ماشي ماشي تسمعني؟ يلا
يلا، هل دعاء النبي مستجاب أم لا؟ هذا السؤال، هذا السؤال يوجه لك. دعاء النبي مستجاب أم لا؟ نفس الأسلوب، سبحان الله، مدربون على. يا رجل أجب أجب، دعاء رسول الله ميثم، دعاء النبي مستجاب. أنا أتكلم ميثم، تعطيني أتكلم، لا تقاطعني، لا تقاطعني، أنا أتكلم دقيقة وأنت تتكلم دقيقتين. تفضل يا شيخ. وأتحداك بدون تفضل. أنت أخي، أنت أخي، تفضل. لا لا أبدا، في الإنسانية. هذا هل حديث، هل دعاء النبي، هل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب أو غير مستجاب؟ هذا الحقيقة، هذا الحقيقة، هذا السؤال يوجه إليكم أنتم، لأن هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه كما تقولون فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره. هذا الدعاء بالنصر لمن؟ لأمير المؤمنين أكيد، علي الذي دعا له به النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم كما تقولون. وهل دعاء الله، هل دعاء الله له أن ينصره في الدنيا أم ينصره في الآخرة يا ميثم؟ اولا لفظ انصر من نصره ما موجود في هذه الروايه. انا الزمتك بلفظ اللهم والي من والاه لا تقاطعني. انت قلت ما قاطعك وما قاطعتك، ليش تقاطعني؟ ليش تقاطعني يا شيخ؟ عيب، خليه يكمل. طيب اخوان الاعزاء، اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. اخواننا صار عندنا انقطاع طفيف وما ادري رجعت او ما رجعت، اكتبوا لي. لا رجعت. تسمعني سيد ميثم؟ رجع السيد يا ميثم، لماذا خرجت من الموضوع؟ انت معي، ابقى معي. قلت لنا سوي كتم، قلت لنا لينا. سيد ميثم تسمعني؟ سوي كتم سيد ميثم. وينك يا سيد ميثم؟ وينك؟ آه صار عندنا انقطاع، صار عندنا الآن أنا معك الآن. طيب الآن خلينا نكمل الآن. الآن وقتي. تفضل. يا شيخ أبو بلال، دوري. إخواني الأعزاء، هو ما راد، ما لا قاطع يعني، هو ما راد. سيدنا. نعم. سيدنا نزلها. لينا شنو هاي؟ أيلينا منو؟ من بالتيك توك. قلت لينا بالتيك توك سيدي تشوش. أخوة الآن في الكنترول يسمعون وهم ينزلوها. أبو بلال بعدك موجود؟ أنا معك. أنت إن شاء الله أنت بتكلم. اسمع الجواب. أولاً أنا أنزلك بما في السلسلة الصحيحة الذي قال عنه الألباني على شرط البخاري. قول النبي ودعاؤه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. أما لفظ انصر من نصره واخذل من خذل هذا ما ألزمتك به، غير موجود، فلا تجيب زيادة من جيبك. لا لا تقر به يا ميت. أنا أنصر به وشيء بين أنصر. لا تقر به. لا يعني أرجوك. لا قاطع. أنا ألزمك. سيد ميثم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا كشيعي هذه رواية، هاي رواية وأنا أقر بها كشيعي. واضح؟ أنصر نصرة واخذل من خذله. نعم أنا أقر بها كشيعي، لكن الآن كلام نعم موجود وما أنت ملتزم به. رواية تقول والي من والاه وعداه. الآن إخواني راح أعيد السؤال وما راح يجاوب، والله ما راح يجاوب، وراح يروح يهرب يجاوب على السؤال بسؤال. هل دعاء النبي صلى الله عليه وآله مستجاب أم غير مستجاب؟ أجب. يلا خلصت يا ميثم؟ اي. دعاء النبي مستجاب أم غير مستجاب؟ وانصر من صره ونصره واخذل من خذله. لا تقول بها. شوفوا أنا لا أقول بها. جاوب على السؤال. جاوب على سؤالي حتى جاوب على جاوب عن سؤالي. هذا الحديث هو هذا الحديث. أجب عن السؤال. الحديث هو هذا.
الحديث هو هذا، تنكر هذه الزيادة وانصب النصره واخذل من خذله. في السلسلة غير موجودة. لا لا، أنت، أنا أسألك أنت، ما تكلم عن السلسلة، أنت تنكر هذه الزيادة؟ أنا ما أنكر الزيادة، تفضل. تقول بصحتها؟ نعم. ممتاز، جميل. طيب لماذا قاطعتني لما قرأت عليك النص من كنت مولاه؟ فعلي مولاه، يعني النص الذي عند الشيخ الألباني والنص الذي تصححه أنت، من كنت مولاه؟ فعلي مولاه، اللهم والي من والاه. خلصت الآن دوري؟ الآن دوري؟ الآن دوري؟ الآن دوري؟ دورك، دورك وأنا ما انتهيت بعد. تفضل يا شيخ، تفضل تفضل، يلا أنا ساكت. لماذا 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 أوقفتني لما ذكرت لك حديث من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعدي من عاداه، يعني نص الشيخ الألباني، وضفت لك وانصر من نصره واخذ من خذله، رغم أنك تصححه. إذن هذا الدعاء، هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر لأمير المؤمنين علي الذي دعا له به في غدير خم، هل دعا الله له أن ينصره في الدنيا أم أن ينصره في الآخرة؟ خلصت؟ تفضل يا سيدي. انتهيت؟ أين الجواب؟ أيضا ما جواب هو. أين الجواب على السؤال؟ ها؟ أنت جاوبت عن السؤال الآن، لو سألت سؤال ثاني. طيب، والشق الثاني، الشق الثاني من الحديث، معاداة الله تعالى لمن عاداه وخذلان لمن خذله، الدعاء بالخذلان هذا العام، بالخذلان والمعاداة على من خذله وعاداه، هل الخذلان والمعاداة في الدنيا أم في الآخرة يا سيد ميثم؟ خلصت؟ خلصت يا شيخ أبو ولاد؟ هذا سؤال ثاني سيد. الشيخ المكرم، الشيخ المكرم أبو بلال، أبو بلال أبو ياسر، أبو ياسر خلي لا يتحجج ويهرب. أبو بلال، يا أبو بلال، هذا هذا سؤال أم جواب على سؤالي؟ جواب سؤالي وين راح؟ يا سيد ميثم، هو الحديث واحد، هو نفس الحديث. ماشي، الحديث واحد. تفضل تفضل، الحديث واحد إخواني، الحديث واحد، أنا أقرر الحديث واحد. اسمعني اسمعني اسمعني، ولذلك أنا ولذلك أنا أوقفتك، لأني أردت أن أنبهك أن هذا اللفظ انصر من نصره واخذل من خذله غير موجود في الصحيحة، فقلت هو عندكم صحيح، هو صحيح ولا غير صحيح؟ اسمعني اسمعني، فقلت هل هو صحيح؟ قلت لك صحيح وألتزم به. الآن رجعت أسألك يا شيخ أبو بلال، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، هل هذا الدعاء مستجاب أم لا غير مستجاب؟ ما جاوبتني، رجعت أنت. لحظة لحظة، خلينا نكمل، لا تقاطعني لا تقاطعني. رجعت أنت تسألني هل أنصر من نصره واخذل من خذله؟ يا رجل لا تقاطع، يا رجل لا تقاطع، عيب أنت تقول لا تقاطعني. ليش تقاطع؟ لا تحاول تدلس على الناس، هذا الدعاء، هذا السؤال يوجه إليكم أنتم وليس إلينا. هذا السؤال موجه لنا إخواني، السؤال موجه لنا، أنصر من نصره واخذل من خذله، هل هذا مستجاب؟ أجبته نعم بأنه مستجاب. رجع يسألني سؤال ثالث. قلت يا ميثم لا تحاول تدلس، السؤال هذا الذي تطرحه أنت هذا يوجه إليكم أنتم وليس لأهل السنة. جيد، احنا نقول يا اخواني اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، هذا كله مستجاب، انت ماذا تقول؟ الله اكبر، ممتاز، كله مستجاب. نعم، الدعاء الحمد لله، الدعاء ممتاز. وين الجواب؟ شنو السؤال؟ انت جاوب على سؤالي، انا سؤالي سألت لك بداية الحلقة، وين اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، هل هو مستجاب ام لا عندك؟ ليش تهرب يا شيخ؟ لا تهرب، اليكم
يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل والله عيب والله عيب والله عيب سيدنا سيدنا والله عيب وين الجواب احضر احضر ابو بلال يا ابو بلال والله عيب والله عيب جاوبتك جاوبني انا قلت لك الدعاء عندنا مستجاب انت عندك مستجاب لو ما مستجاب جاوب هذه الصورة هذه الطريقة للتشويش يا رجل أجب هل الدعاء عندك مستجاب أم لا أجب الوجه لك أنت وانت أجبت الآن يا رجل أنا جاوبت أنت ما جاوبت عندك مستجاب لو ما مستجاب يا شيخ جاوب على إجابتي يا شيخ جاوب هل دعاء النبي عندك صححه الألباني دعاء النبي عندك صححه الألباني عندك أنت أنت أنا جاوبت أنت عندك مستجاب لو ما مستجاب جاوب جاوب يا شيخ أنا والمستمعين والله ما يسكت ما يسكت ما يسكت ما يسكت تعال يا رجل جاوب هل الدعاء مستجاب أم لا يا رجل أجب هل دعاء النبي صلى الله عليه وآله مستجاب لو مو مستجاب يا أخي أجب أنا جاوبتك سألتني جاوبتك قلت لك نعم مستجاب الآن عندك هل الدعاء مستجاب أم غير مستجاب أجب أرجوك أجب سيد ميثم أجب جاوب مستجاب لو لا لما تسكت ولا ما تسكت جاوبني هل دعاء النبي مستجاب أم لا تسكت ولا ما تسكت أجب دعاء النبي مستجاب أم لا فقط نعم أو لا تسكت ولا ما تسكت نعم جاوبني وأسكت تسكت ولا لا تسكت نفس طريقة. جاوبني وسأسكت والله أسكت بس قل لي نعم أم لا وأسكت إذا كنت والله ستسكت إذا كنت والله ستسكت أسكت لا جاوبني شرط الجواب لأنك صارك ساعة تلف وتدور أجبني هل دعاء النبي مستجاب قل نعم غير مستجاب قل لا فقط نعم أو لا وأسكت أسكت أولا حتى أجيبك كما لا 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 ما في ما في ما في ما في قل نعم أو لا أما نعم مستجاب أو غير مستجاب يلا والله ليس مرعوب هذه القناة أرعبهم وأخذ على قلوبهم يا أخواني زين أبو ياسر أبو ياسر أصبر أصبر يا شيخ أبو بلال شيخ أبو إذا سكتت راح تجاوب يا شيخ شيخ أبو بلال إذا سكتت راح تجاوب عن السؤال وقتي وقتك وقتك إذا سكتت هذا الرافضي الرافضي يا رجل الرافضي إذا سكت هذا يا رجل إذا سكت هذا الرافضي ميثم الموسوي راح تجاوب عن السؤال؟ اسكتي أنا سأجيبك على سؤالك يا ميثم أخواني أحسن أخواني الرجل أعطى وعد الرجل قال كلمة وكلمة الرجل شرف إنه راح يجاوب على السؤال بس أسكت أنا راح أسكت أخواني يلا اسكت يا ميثم أنا سكتي تفضل تفضل سكتي نفس الطريقة والله يتصورون يلا لا سكت انا ساكت يا مشاهدين انا ساكت تفضل اسكت يا ميثم اسكت يا ميثم ترى بالمناسبه اذا كنت تخفض صوتي في القناه فانا عندي كل الكلام يسجل بالمناسبه حتى تفضل اجب هذه طريقه تفضل اجب كل الكلام الان انا اسجله حتى لا تخفض صوتي انا لما قلت لك هل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب قلت مستجاب وهذا كلام جميل جدا طيب الآن إما أن الحديث هذا الذي قرأته علينا لا يصح أو أن الله تعالى لم يستجب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأن الذين نصرهم الله تعالى هم أبو بكر الصديق وعمر وعثمان والذين اتبعوهم والذين خذلهم الله تعالى هم من اتبعوا عليا رضي الله عنه إذن هذا خلاف واقع تاريخي الثابت علي رضي الله عنه قاتل معه أقوام يوم صفين فما انتصروا وكانت أغلبية جيش علي في اتجاه الموادعة وكانوا يرددون قد أكلتنا الحرب ولا نرى البقاء إلا عن الموادعة وأقوام لم يقاتلوا فما خذلهم الله تعالى كسعد بن أبي وقاص الذي فتح العراق وأذل جنود كسرى ولما وقعت الفتنة اعتزل الناس بالعقيق في قصره وكذلك أصحاب معاوية رضي الله عنه وبني أمية الذين قاتلوه فتحوا كثيرا من بلاد الكفار ونصرهم الله إذن أنتم
في مأزق، في إما أن الحديث لا يصح، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب، أو أن الله عز وجل لم يستجب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا ميتم المسوي، بماذا ترد الآن على هذه الفضيحة؟ تفضل. خلصت؟ إخواني جاوب على السؤال. الآن وين الجواب؟ ما سكت على الأقل أنت أشجع من بيت. لا تقاطع، لا تقاطع. أنت قلت أمام المشاهدين جميعاً، قلت راح أجيب على هذا السؤال. إخواني سمحتوا جواب؟ السؤال، هل دعاء النبي مستجاب أم غير مستجاب؟ إلك خيارين، إما تقول مستجاب أو تقول غير مستجاب. فضل يا شيخ أبو بلال للمرة الأخيرة راح أقدمك، وهاي اللي تكلمت كله أرد عليه بسطر واحد، والله بسطر واحد، ما أتعب نفسه أقرأ جريدة مثلك. تفضل يا شيخ أبو بلال للمرة الأخيرة، هل دعاء النبي صلى الله عليه وآله مستجاب أم غير مستجاب؟ تفضل يلا. دعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا ميتم المنصوري عند المسلمين عامة مستجاب. أحسن. لا تقاطعني، لا تقاطعني، لا تقاطعني. دعاء هذا وقتي بس ما يخالف، راح أتكرم عليك. لا تقاطعني، لا تقاطعني. راح أخليك تتكلم، تفضل تكلم يلا. دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند جميع المسلمين بالإجماع على أنه مستجاب، لكن عندكم أنتم يا ميتم لا غير مستجاب. والدليل هو هذا الحديث الذي تنقله الآن، لأن الحديث فيه هكذا عندكم موجود، من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. لم ينصره الله عز وجل، لم ينصر عليا، لم يعني الذين نصرهم أصحاب معاوية، خذل الجيش الذي كان معه، ولم يخذل جيش معاوية، فتحوا البلدان وفتحوا الدوال وحاربوا، وجيش علي كان يعني ينتقل نحو الموادعة، كان الموادعة وقودنا. هذا يعني دليل على أن الحديث أن دعاء النبي صلى ليس غير مستجاب. خلصت؟ انتهيت؟ انتهيت؟ أخوان العزب، لا أخو ما قاطعتك، تشهد إني ما قاطعتك؟ تشهد؟ إيه والله والله أنت أشجع من وعد الله، أنت لا احترم نفسك، لا كلانا أنا وأستاذ وعد كلانا شجاع ما نخاف، بس الآن تشهد. لا تخرج، لا تخرج خارج الموضوع، لا تريد تتجاوز على حد وعد، خليني أطردك، وتريد تهرب، لا تتخذها ذريعة للهروب، خليك مؤدب زين واحترم نفسك واسكت، الآن ما قاطعتك وأنت تشهد. طيب الآن إخواني الأعزاء مشاهدينا الكرام، قال إنه دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستجاب، وألزمنا بما يلي، قال إنه إذا كان دعاء النبي مستجاب انصر من نصره واخذل من خذله، فإن علي بن أبي طالب لم ينتصر على أبي بكر وعمر. وهل كانت حرب بين علي بن أبي طالب وأبو بكر وعمر؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بأمر فقال يا علي، وعندك بسند الصحيح مسند أحمد مجمع الزوائد الهيثمي، يقول يا علي إنه ستكون بعدي أحداث وأمر، فإن استطعت أن تكون السلمة، لا تقاطع، لا تقاطع، عيب عليك، لا تقاطع، إن استطعت أن تكون السلمة، لا تقاطع، لا تقاطع، ما أسمح لك تقاطع، لا تقاطع، لا تقاطع يا رجل، لا تقاطع، تخلص مداخلتي وتكلم، لا تقاطع، عيب عليك تقاطع، لا تقاطع، لا إله إلا الله، يا رجل لا تقاطع، يا ميتم، يا ميتم والله لن أقاطعك، الحديث فقط الذي في مسند أحمد. اصبر اصبر يا رجل اصبر، خلينا نكمل وبعدين اطلع لك الحديث. الحديث الذي في مسند احمد ليس الان، خلينا اكمل، انا اطلع لك اياه بعد ان انتهي، اطلع لك الحديث. قاطعك والله لن اقاطعك، اعطينا الحديث الذي قرات علينا في مسند احمد الان ان شاء الله، اطلع لك الحديث، بس هذه مره اخيره، مره الثانيه اذا سويت اعيد علينا قراءته، اعيد علينا قراءه الحديث الذي في مسند احمد فقط. أنا قلت مسند أحمد أو مجمع الزواد حسب ذاكرتي، اللهم صل على محمد. لا لفظ الحديث، إيه هسه طلعت هذا
هذا مسند احمد بن حنبل بتحقيق شعيب الارناؤوط بتحقيق احمد محمد شاكر، يقول برقم رقم الحديث 6096، يقول عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه سيكون بعد اختلاف او امر، فان استطعت ان تكون السلم فافعل. يقول احمد محمد شاكر اسناده صحيح، اسناده صحيح. كذلك مجمع الزوائد للهيثمي يقول رواه عبد الله ورجاله ثقات. طيب خلاص انتهينا بعد لا اتكلم. طيب اخوان الاعزاء اراد ان يلقي شبهه. ما هي الشبهه؟ انه علي بن ابي طالب عليه السلام كيف النبي صلى الله عليه واله وسلم دعا بالنصر، انصر من نصره واخذل من خذله لعلي بن ابي طالب ولم ينتصر على ابي بكر وعمر. نعم لو حاربهما لانتصر، ولكنه امتثل للسلم بامر من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هذا جواب الشبهه الاولى خلاص. طيب يقول انه علي بن ابي طالب حارب معاويه بن ابي سفيان وانتصر معاويه. ايش الكذب؟ وين انتصر معاويه؟ انتصر معاويه لما عمرو بن العاص نزع سرواله فسخ سرواله واظهر سوءته امام الناس. انتصر معاويه لما يقول شاعرهم واصبح ابن ابي سفيان سانح، زين هزيل اجش، سانح ذو كلاله هزيل اجش والرماح دواني. هذا انتصاره. وين انتصر معاويه بن ابي سفيان؟ من لم ينتصر معاويه بن ابي سفيان، وليله الهرير تشهد لعلي بن ابي طالب عليه السلام انما استعملوا خدعه وانسحبوا خلف هذه الخدعه، خدعه المصاحب. لا انتصر معاويه ولا هم يحزنون. طيب في جيش الجمل علي بن ابي طالب هو المنتصر. يقول ابن حجر العسقلاني فما غربت الشمس وحول الجمل عين تطرف. طيب في النهروان لم ينجوا من قادة من جيش النهروان 10 أشخاص، كلهم أبيدوا إبادة جماعية ما بقي منهم أحد. الآن جاوبناك على شبهك، أتحداك تجاوب الآن. لا لا عائشة. اسمع خلينا أكمل أخواني، خلينا أكمل. عائشة لحظة لا تقاطع لا تقاطع. عائشة عدو لله، حاربت علي، الزبير اترك معاويه، عمرو بن العاص، هؤلاء باعتراف اعداء لله، اعداء لله واعداء لرسول الله. شوف اخوان، شوف الان الان ركبته الشياطين، الان ركبته الشياطين، والله ركبته الشياطين. الان انت عدو لله، الان ركبته الشياطين ما يتحمل. يا مسلمين يا مسلمين، ما يتحمل والله ما يتحمل، ما يتحمل يصل الى هذه النتيجه. شبهته ردت بكل بساطة وبكل سهولة، زين. والآن عائشة عدو لله، زين، عائشة عدو لله، قاتلت علي بن أبي طالب عليه السلام، الزبير، طلحة، معاوية، عمرو بن العاص، هؤلاء كلهم أعداء لله. فدينك سقط، دينك انتهى، دينك باي باي، دينك خلاص. هؤلاء كلهم أئمتك أعداء لله وأعداء لرسول الله باعترافك أنت أن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستجاب مستجاب مستجاب. متى تعطيني وقتها؟ متى تعطيني وقتها؟ أنا خلصت الآن، أنا هدمت دينك ببساطة وأظهرت أنه عائشة عدو لله، وكذلك وكذلك طلحة طلحة والزبير كلهم. أنا راح ليك كذاب، أنا سوي أنا باعترافك ميتم المنصوري اللي يسوي أمام الناس يكذب على الإمام أحمد ويقول الإمام أحمد روى حديث أنه سيكون بعد اختلاف، هذا الكذاب، ويقول بأن الإمام أحمد روى هذا الحديث. إيه؟ لا تهرب لا تهرب. إيه؟ حديث أنه سيكون بعد اختلاف، وين روى هذا الحديث؟ وين روى الإمام أحمد هذا الحديث؟ يعني هذا الكلام ما موجود؟ والله أتحداك يا كذاب، إذا طلع هذا الحديث رواه الإمام أحمد أنا أتشيع العهد. لا حول ولا قوة. متأكد؟ يلا الله اليوم أنا سأمسح بك وبدينك العرض وأبين لك كيف يكون الحوار العلمي. إيه؟ أين روى الإمام أحمد هذا الحديث؟ أنه بعد اختلاف أو أمر، فإن استطعت أن تكون السن فافعل. يلا
وإذا طلع موجود بحديث مسند أحمد. أنا قلت لك إذا طلع موجود أنا أتشيع. لا لا أنا ما أريدك تتشيع، ما أريدك تتشيع، بس أريدك تقول الألباني أنكرت الألباني لحظة أخواني لحظة أرجوكم لحظة، أنا أريدك بس تقول إذا طلع هذا الحديث موجود فدين أهل السنة باطل. يلا إذا طلع هذا الحديث رواه الإمام أحمد، إذا طلع هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده دين أهل السنة باطل. طيب وإذا طلع الحديث لم يرويه الإمام أحمد في مسنده تقول طلع دين الرافضة باطل؟ الرافضة إيش عليهم؟ الرافضة ما قالوا. جيب على سؤالي، جيب على. طيب ماشي، إذا طلع هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده فدين أهل السنة باطل، وإذا طلع حديث غير من إذا طلع ما رواه فدين الرافضة باطل. يلا لا تقاطعني، لا تقاطعني، ولا تقاطعني. وإذا طلع الحديث لم يرويه الإمام أحمد في مسنده نقول ميتم المسوي كذاب، صح؟ ماشي موافق. إيه يلا ماشي، يلا اقرأ علي الحديث. خل أوخر صوتي إخواني. اقرأ علي المسند من مسند إمام أحمد. ايه صار تأمر، هذا مسند احمد بن حنبل يا اخواني على الشاشه، شوفوا مسند احمد بن حنبل الشيباني امامكم على الشاشه، هذا مسند علي بن ابي طالب عليه السلام. اقرا الاسناد رقم 4. اسمعني رقم 706. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا اسكت. شوف خيبتك اليوم. حدثنا محمد بن ابي يحيى عن اياس بن عمرو الاسلمي عن علي بن ابي طالب قال رسول الله صلى الله عليه واله انه سيكون بعد اختلاف او امر، فان استطعت ان تكون السلم فافعل، فإن استطعت أن تكون السلم فافعل. الآن أريدك تطلع بصوتك العذب وتقول مذهب أهل السنة باطل ثم باطل ثم باطل. يلا غرد يا بطل. أكمل. ماذا قال شعيب العرناوي؟ شنو شعيب؟ أنا قرأت تصحيح أحمد محمد شاكر. يعني الآن طلع موجود بالمسند. يعني الآن موجود. أس. بس لا تكذب يا شيخ لا تكذب. يعني الآن هذا الحديث موجود في مسند أحمد. طيب كيف قل قليل ما موجود؟ كيف تقول هذا الحديث إذا طلع موجود في مسند أحمد دين السنة باطل؟ الآن تقول لماذا قال عنه شعيب الأرناؤوط؟ احنا تكلامنا عن شعيب الأرناؤوط ولا كلامنا أنه الحديث في مسند أحمد؟ يا أطعوط الحديث عن الأرناؤوط ولا عن وجود الحديث في مسند أحمد؟ يا أطعوط ماذا تقول يا أطعوط؟ تأكده جلدا مبرحا. يا مبرحا من تشغل بيك اسخام الطام. انت اسخام الطام يا رجل. يا رجل أقاطعك ونص. هل الكلام عن كلام الأرناؤوط أم وجود الحديث في مسند أحمد؟ أجب. هل تحدينا أنا وأنت عن وجود الحديث في مسند أحمد أم عن قول الأرناؤوط؟ أجب يا رجل، أجب. أنا ما أتكلم الآن عن التخريج، أنا أتكلم عن الحديث. لا 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 لا، ما تكلمنا عن التخريج، إحنا تكلمنا عن الحديث، ما عن التصحيح. ما نتكلم عن التصحيح، كلامنا ليس عن التصحيح. كلامك أنت قلت أن دين أهل السنة باطل، باطل دين أهل السنة باطل إذا كان الحديث موجود في مسند أحمد بن حنبل، ما كان كلامك على التصحيح ولا التضعيف. اتفضل الآن غرد يا بطل وقول دين السنة باطل. يلا يلا يا بطل. عيد سيدنا بصوته، هو خلي يسمع ايش قال. عيد خلي يسمع. نعم ما مسجل صوتي أنا مولانا، ما مسجل صوتي. ميتم اسكت. أبو بلال والله عيب زحمة أخوان، والله لو أراويكم لحيتة طولها متر، والله العظيم. وهذا أمامكم قال إذا الحديث موجود في مسند أحمد ابن حنبل دين أهل السنة باطل. الآن يقول لي ماذا قال عنه الأرنوب وماذا قال عنه أحمد محمد شاكر
وماذا قال عنه وصي الله محمود، وماذا قال عنه فلان الفلاني. شنو احنا كلامنا عن ماذا؟ احنا كلامنا عن الرواية موجودة في مسند احمد بن حنبل لو لا؟ يا رجل اليس هذا تحدينا؟ الرواية موجودة لو لا؟ الرواية موجودة في مسند احمد ام لا؟ اجب اجيبك اجب هل الرواية موجودة؟ بس قل بالبداية، قل اما تقول موجودة اما تقول ما موجودة. يلا غير أجل. موجودة يا كذاب في مسند. سيد ميتم تسجيله حاضر اذا تريد اعيده. استغفر الله. يقول غير سيد ميتم تسجيله حاضر اذا تريده. ماشي ماشي يكرر يقول غير موجودة. احمد بن حنبل وليس من رواية احمد بن حنبل يا كذاب. يعني يعني غير موجودة في مسند احمد بن حنبل هذه الرواية. الرواية موجودة في مسند امام احمد وليس لكن ليست من رواية احمد. من رواية إبن عبد الله أحكي رواية إبن عبد الله. أبويا هاي قوية هاي قوية هاي قوية أبو بلال رواية عبد الله وين موجودة؟ وين موجودة؟ لحظة 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 وين موجودة؟ موجودة في مسند أحمد. موجودة في تكبير يا أخوان. وإحنا كلامنا عن وجودها في مسند أحمد لو كلامنا عن هي رواية عبد الله أم غير رواية عبد الله يا رجل؟ كلامنا عن وجودها في مسند أحمد أم لا؟ ها؟ أنت قلت يا كذاب أن الإمام أحمد هو من رواها. والله كذبت. هذا تسجيل. الرواية موجودة في مسند أحمد. سنربعه إن شاء الله. سنربعه التسجيل. هذا الكذاب الجاهل لا يفرق. يا رجل أنا قلت اسمع يا رجل كلامنا أمام الناس. اسمع كلامنا. هل الرواية موجودة في مسند أحمد ابن حنبل أم لا؟ رواها القطيعي، رواها عبد الله بن أحمد، رواها فلان، رواها فلان. يسمع كلامه لأن هذا ما أدري حسش هذا. ماذا قال عنها الأرنؤوط؟ ماذا قال عنها فلان؟ وماذا قال عنها فلان؟ الآن اسكت راح نسمعك تسجيل. اسكت خوان الألباني قبل قليل أنكر الألباني قال من كنت والله موالي ومن والي لا موجود. إذا طرح هذا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده فدين السنة باطل، وإذا طلع غير من لا طلع ما رواه فدين الرافضة باطل. يلا لا تقاطعني، لا تقاطعني انت ذا قيمة لك مهدي صابك سكت انت اما اسكت انت تحطوط من الزعاط بابا عيب عليك واني في الاستوديو ارجوكم هذا على اساس عالم بعلم الحديث هذا ارجوكم هذا الرجل العالم اللحظة ارجوكم لحد يقاطعني اخواني في الاستوديو الأخ أبو آدم إخواني خلي أكلم الاستوديو أرجوكم سكتوا. نعم سيد ميتم. الأخ أبو آدم أرجوك نص صوته وعيد التسجيل. أين قلنا أن الكلام موجود؟ هل قلنا رواية أحمد بن حنبل أم قلنا أن الكلام موجود في مسند أحمد بن حنبل؟ التسجيل جاهز. تفضل أبو رافضة. الرافضة ما قالوا جيب على سؤالي. طيب ماشي. إذا طلع هذا حديث رواه الإمام أحمد اكتم صوتك فدين أهل السنة باطل وإذا طلع حديث غير ملك وإذا طلع ما رواه فدين الرافضة باطل. يلا لا تقاطعني وإذا طلع الحديث لم يروه الإمام أحمد في مسنده إذا طلع هذا في مسنده نقول ميتم المسري. جيب على طيب ماشي. إذا طلع هذا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده فدين أهل السنة باطل وإذا طلع حديث غير ملك طلع. سمعت أخوان
وين الكلام في مسند الإمام أحمد أم لا؟ هذا ماذا يسمونه؟ شنو يسمونه هذا؟ مسند أحمد ابن حنبل أم ليس م... أولاً اتكلم قال ضعفه شعيب الأرنوط، قال شعيب الأرنوط قال ما أعرف شنو، وولعاته تجي الإسعافات الأولية، لأنه لا يقال طلع هذا الحديث من رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل. اسكت اسكت يا رجل، اسكت اسكت اسكت، لا تتكلم بعد، اسكت حقك انتهى. قال هذا الكلام من رواية عبد الله بن أحمد. طيب من رواية عبد الله بن أحمد، طيب خير يا طير. إيه شنو المشكلة؟ موجود في المسند لو ما موجود في مسند أحمد بن حنبل؟ طيب وأنا على الذاكرة والله العظيم كتلة الرواية موجودة في مسند أحمد بن حنبل وموجودة في مجمع الزوائد للهيثمي. قال إنه إذا هذه الرواية طلعت موجودة في مسند أحمد بن حنبل فدين أهل السنة باطل، دين أهل السنة باطل. إذن الآن دين أهل السنة باطل، أنت ألزمت نفسك بهذا الإلزام، وألزمت نفسك بأن عائشة عدوة لله وعدوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك طلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص وكل هذه العصابة التي حاربت الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. طيب هذه هي النتيجة التي خرجنا بها اليوم، والحمد لله رب العالمين والشكر لله على توفيقه. طيب والأخ أبو بلال المغربي قطع الاتصال وانطلق فوق الجبل كأنه أروى أي والله. بهروب الشيخ أبو بلال نختم هذه الحلقة الليلة، نسألكم الدعاء ولا تنسونا من صالح دعائكم. شكرا لتواجدكم جميعا، شكرا لكم. موفق موفق سيدنا، موفق سيدنا، أحسنتم سيدنا، الله يوفقكم ويحفظكم إن شاء الله. طيب الأخ اللي كتبوا لي إنه الأخ عمر من العراق، هو بقى بس عمر ما أخذنا، يعني ما نقدر نغلق البث وما نأخذ عمر. أخونا عمر تفضل لك دقيقة، تفضل كمل. السلام عليكم سيد. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حبيبنا. شلون صحتك أخبارك؟ الله يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله، حياك الله أخونا العزيز، الله يوفقك. طيب الله بفاسك وطول الله عمرك. الأخ عمر، عمر المستبصر، حياك الله أخونا، أهلا وسهلا بك. حياك الله أخونا. بارك الله المستبصر بالأمس. الله يعزك ويوفقك ويحفظك إن شاء الله. حياك الله أخي. الله يحفظك. أنا ما عندي أي سؤال ولا أي استفسار، بس أنا تلبية لطلبك أنت قلت لي. انه كل مره اتصل على البرنامج، فاحب انه القي تحيه الاسلام عليك وعلى الله يعزك ويحفظك على ويبارك بيك ان شاء الله. الاخوه الله يسلمك اخي حبيبي العزيز، الله يحفظك والاخوه اللي قائمين على هذه القناه الكريمه، وادعو لله انه يقضي حوائجكم ويحفظكم ويحفظ امير المؤمنين علي بن ابي طالب ويسددكم ويزيدكم من علمه ونوره ان شاء الله. اللهم بس الله يجازيكم خير و استودعكم الله في حفظ الله ورعايته. حياك الله اخونا العزيز، الله يبارك بيك ويحفظك ويوفقك. بقول فد نقطه، انا كنت على اتصال لمده تقريبا نصف ساعه واستمع لهذا اللي كان موجود، عفوا تقريبا مده 44 دقيقه. نعم معذره، اكو حكايه حكاها مس الحاج الحاجي يعني وعد اللامي، وانت بنفسك ما رضيت على هذا الشيء. أنا كذلك ما رضيت وردت تدخل بس ما قدرت. شوف مولاي سيد ميتم، والله العظيم دائما الإنسان لما ناني آني شخصين إحنا بينا غريزة كليتنا البشر، لما نريد نصير أحسن من المقابين ونحاول نقلد أو نحاول يكون أفضل منه وما نقدر ما ننجح بهذه المسألة، نقعد نسقط به، نحكي بغيابة عنه، نفضل ناس آخرين عليه، مثل ما هو باختصار بالعامية تلوق لك وقال لك أنت أزع منه، في سبيل أنه بس يبين أنه الحاج وعد اللامي أنه هو يعني مهزوم أو هيك شيء، بل بالعكس الحاج وعد اللامي كاتلهم حارقهم ومسقطهم بأخلاقه وحق من أنزل القرآن. أنت يحبهم حشاك. والله يحبهم من هذا المكان بالسداد وزيادة العلم، ويعني أنه يقضي حاجته ويبعد عنا كل شر. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب. ويحفظكم جميعا يعني الأخوة اللي في الكنترول والأخوة المستمعين. ما
مع ألف سلام وأستعد لكم حبيبنا العزيز في حب الله ورعايته. تحياتي لك. الله يبارك فيك ويحفظك. طبعا إخواني الأعزاء هو يتجاوز على الحاج بعد. لماذا؟ لأنه أراد أن يفتح له ثغرة لكي يهرب فلم نعطيه فرصة. مضيع حظه قبل آخر مداخلة إلى فضح فضيحة جوعد يصل غسل طل فضح جهله وهرب. الحمد لله رب. الحمد لله رب. دقيقة نص دقيقة يعني اليوم توفيق من الله سبحانه وتعالى غسل وتشحيم لسليمان أبو نجيم وعبد القادر منير. تفضل أخونا ونص دقيقة تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. دائما اتكلم واقول يا جماعة الخير هدول اللي بالطريقة هذه ترى ما هم سنة. احنا اهل السنة ما ننكر اذا جاء الانسان ولقى نفسه غلطان ولقى حديث صحيح يسلم ويآمن. هدول يا استاذ ميسم والله الوهابية حتى احنا نعاني منهم هنا داخل السعودية دعاية. يعني حتى لو جبت له الدليل حتى لو جبت له شفت انت انا سامع الكلام كله مع يعني قد ما يتكلم قد ما يقول يعني رجاء لا تقولوا السنة قولوا الوهابية او السلفية. هم دول اللي مسببين لنا مشاكل هم اللي مفرقين الدين اساسا. ولكن السني الحقيقي اللي يقول هو سني معناته انك تتبع سنة الرسول. اذا اثبت هذا الكلام عن الرسول خلاص يا اخي سلم وامن بالله بانه هذه سنة الرسول. انك تقول انك تقول انك انت سني يا اخي قول وهابي يا اخي لا تقول سني رجاء لا. حتى انت يا استاذ ميسر لا تقول السنة يا اخي السنة ما يقول الكلام ده ولا يقول عن علي بن ابي طالب ولا عن الزهرة ولا يقول عن اهل البيت اي كلام. ولكن هذول الوهابية حتى لو جبت له 90,000 دليل و200,000 شفت ايش قال لك لو جبته انا اقول لك ورجع ثاني مره قال لك ها انا اقول. فرجاء يا جماعه الخير كل يا اهل السنه يا جماعه يا اهل الخير انت اذا كنت تدور على الحق طالما انه اثبت كلام معين بحديث قاطعه انه هذا شيء حصل او صار يا اخي امن بالله وقول لا اله الا الله ونحن كلنا نؤمن انه كلهم بشر يا اخي غلطوا عاد الرسول وعلي بن ابي طالب وعلى البيت يعني نفسنا عاد هذول كل واحد يخطي كل واحد يدخل له الشيطان وكل واحد ممكن يكذب وكل واحد يدخل الدنيا وممكن يحب السلطه. واحنا اهل السنه ترى نؤمن ايمانا كاملا بانه ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم واثبت انه قاله الرسول نؤمن به عشان كذا سمينا سنه. اما هذول اللي ما يؤمنوا يا حاج ميسم والله العظيم انهم الوهابيه واحنا بنعاني من هنا داخل السعوديه وبنعاني منهم بنعاني منهم. يا تجي معاه يا انت خلاص يكفرك فشكرا وده ما ارجعك ثاني. يا اهل السنه اتبرؤوا من الوهابيه ومن السلفيه هم اللي مفرقين الدين ومفرقين الاسلام. اي والله لا اسلام فاك والله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سيدنا. بس ثواني وانا اغلق هذا شوف اثبت لك انه كيف جاهل. هذا مسوي نفسه عالم بعلم الحديث هو ياخذ منين تضعيف وتصحيح من ابن تيميه. ابن تيميه العفو اللهم والي من الذين طلع على باقي شبين استغرب هو من قلت الالباني يبقى ما يعرف ان الهيثمي احمد بن حنبل النسائي كلهم صححوا هاي الا ابن تيميه حتى اثبت لك يا ابو بلال ان شيخك ابن تيميه كذاب وانت تعتمد على هذا الكذاب لذلك تسخم وجهك قدام الناس ودائما تصير مسخره ومضحكه وضحوكه وتهرب من وراء ابن تيميه. لو تترك ابن تيميه والله العلي العظيم يصير باصك خير وعالم. شوف صرت مضحكه لا تعرف يعني ابن تيميه قال وما كنتم اللهم والي من والى وعادم عاد ضعيف فانت اعتمدت على ابن تيميه. ما تعرف ان الالباني صعب مع العلم الالباني هم تلميذ ابن تيميه والسلفي لكن اعتمدت على ابن تيميه. عندكم ابن تيميه مثل ما يقول ابو عائشه اذا قال ابن تيميه قال صدام اذا قال صدام قال العراق لعنه الله عليكم وعلى هجتين. اي والله الله المستعان. جزاك الله كل خير اخونا ابو ياسر الله يبارك فيك ويحفظك ويوفقك ان شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. فاني لا